والرجل يكره الزوجة العبوسة، بس توصل عند بيت أهله بالسيارة بتكون عم تضحك وتسير، بس تفوت على بيت حماها انتهى الموضوع، بتودع الابتسامة وبتقعد ساعتين ونص ثلاث ساعات ولا كلمة. كيف صحتك؟ بتهمهم همهمة بالحمد لله، ما بتحكي ليش عم تعاقب زوجك ولا عم تعاقب أهله. الرجل لا ينساها، ويمكن مشكل بعد جمعة يكون سببه هيدا العبوس.